نعم نعتذر منكم مستمعين على صوتي اللي في حالة إن شاء الله مانيش نقلقوا فيكم. دونك الولاد توا فما حاجة اسمها انترفيو أول، أنا نسألك على أول مرة تسألك حاجة ولا أول عبد يعمل معاك حاجة. دونك بالأسئلة تفهم ونسأل كيما العادة سيف نفس السؤال، نسأل من بعد مالك تو سويت انترفيو أول. لا سي سيف، أول مرة قالت لك إدارة قناة إنهم وظفوك، كيفاش عشتها بالضبط؟ إدارة قناة وقتها أول في أول أمبوش كيفاش جيت؟ عملت كاستينج في الإيميسيون وقتها مع لطفي العبدلي، بعد عملنا ستاج فيه ظهر لي 40 واحد، عملوا فيلتراج خليه أربعة من الناس، أنا كنت واحد فيهم، كلموني مشيت صحت كونتراب بديت نخدم على روحي، خرجت من غادي مشيت للحوار. ما فرحتش؟ بيان سور فرحت أكيد، معناها كاستينج. أنت شكون تعمل في وقتها؟ انا وقتها نعم في ماستر تقرا على انجينيري دو ريسورس هيومن، قصيت عليه باش بديت الكاريير هذيا. ماكش ندم لي بطلت القرايه على خاطر الكاريير؟ الى حد الان ما زلت ما ندمتش، نجم نندم كيما نجم نكون عمل شوا، مانيش باش ندم عليه خاطر حاجه نحب نعملها ملي صغير، وحتى كان معناتها باش تمشي ما فماش علاش نندم. مالك اول مره قالت لك اداره قناه انهم وظفوك، معناها فسر لنا وين وقتاش كون الشخص اللي كلمك، كان فما انترتيان؟ الحقيقة لا مش انترتيان، أنا راني بديت بالفيكسيون من الأول قبل الأعداد، معناها كيما هابي ناس قبل سكول، معناها بعد هابي ناس كلموني برشا شنات وقتها وقتها، وكان الاختيار مع قناة تو ام تونيزيا قبل شو اسمها، كان ام تونيزيا متوسط قبل متوسط وقتها بديت الرحلة أنا وسيف، أنا وسليم الحريسي وسليم بن اسماعيل وقتها. واضح أول سيف أول حلقة تعديت من رد بالك، كيفاش استنيتوا لي رياكسيون تاع العباد؟ كيفاش عشتها؟ أول حلقة صارت فيها مشكلة هي وقتها. كيف بالضبط؟ صارت هي تحكي اختانا برسا. باه اعطيني. عشتها والله مروا هي لي. لا قوم لي يضربني هاي كمل. لا أول حلقة بالحق وقتها هي حلقة باهية وكل شيء، أما لي فيدباك وقتها غلبت عليهم فازة أخرى من غير ما نحكيو فيها. مو واضح، مالك نسألك نفس السؤال ولا مش تجيني نفس الإجابة؟ لا لا بالعكس. أول حلقة رد بالك العباد قالوا تيان أبارامون هذه حاجة باهية، فهمت؟ بعد انشينيت باهي. اول سيف اول رفض لعمل قدمته ولا احساس بالفشل، اول ديسيبسيون في حياه سيف في علاقه بالخدمه؟ اول ديسيبسيون هي الاكسبيريونس في قناه التاسعه بالنسبه لي انا. انا بديت نعمل في دي ستاند اب، في مانيش اكاديميك، ما عملتش مسرح، مش اوتوديداكت، بديت نتعلم وحدي بشوي بشوي. بديت نشارك في دي زيفينمون، نعمل دي ستاند اب ربع ساعه نص ساعه، لين خلطت وليت نعمل حتى 40 مينوت سور سين معناها. بعد مشيت عملت كاستين، بتيت الاكسبيريونس هذيك نسمى زربت فيها شويه، دخلت بكري للتلفزه مازلت مانيش حاضر 100%، دونك من بعد كي وفات التجربه وكل شيء وعملت تقييم ما نكذبش عليك معناها ندمت لي على التجربه هذيك. زربت كاني استنيت شويه، كاني نضجت اكثر، كاني زدت تعلمت اكثر الديسيبلين تاع ستاند اب وبعد شفت. اما ما تنجمش تغزر لها من جهه انه كي ما جاش التجربه هذيك ميم با تدخل الحوار التونسي حتى من بعد وتعمل رد بالك. بالطبيعه، لكن المشكله راهو شو موريست في العالم سيرتو في تونس، راك عملت حاجه راهي باش تلصق فيك، دونك يلزمك تكون سيليكتيف على الاخر وتعرف شنو تخدم بالضبط، خاطر ريت ستاند اب ماست ولا ستاند اب خايب باش يتذكروا اكثر من الاخرين، باش العباد تسبك باش صحيت العباد باش تبقى تتذكروا، دونك يلزمك تختار الخدمه معناها باش تخدم. مالك اول ديسيبسيون في علاقه بالخدمه؟ اول ديسيبسيون انا راني عشت بوكو دو ديسيبسيون، نجم نقول لك الخايب اللي عشته في الدومين هذا اكثر من الباهي، معناها فهمت. اما تغيظك ساعات كلي سيء، معناها تبدا في حلمة انت معك مجموعه كامله تبدا في حلمة وبعد الحلمة هذيك تتقص، معناها هذيك الخايبه في الحكايه هذه. عندي حاجه تضحك برشا نقولها، فما عام اقترحت سيت كوم على التلفزه الوطنيه، قالوا لي ارجع 2030. على بصح زيد راجع روحك في 15 هذوما والله، قراو سيناريو قالوا لي ارجع 2030. فكره داير سليم بن اسماعيل باش يعمل 2050 جات والله، قالوا لي ارجع 2030 وراح به. سيف اول مره شدك ما نعرفش بوك عبد تقدر وتخاف منه في العيله تتكيف؟ ما عنديش برشا بالعكس والله، تو عندي برشا نتكيف في الكونفينمون، دار فيقوا بيا نتكيف وكنت حريص جدا انه ما يفيقوا انه الدار ما يفيقوش بي،
لكن جاتك اللي صيد فكونفينمون في الدار ومع بعضنا وتواليت وفهمتني صار فين. اما الحقيقه ما كنتش نحب انه داري في قبيه معناها و... صنعة خايبة هي شعر. ملك يا ما انت كيفشر انشعلك انشعلك العروسة بيه. أول صديقة دامت أول صديقة فما برشا صداقات مع انت متاع طفولة لتو موجودين دونك برشا بيه. ملك اي برشا برشا ماني أنا لازم أقول لك 23 سنة عندها لتو صديقة هذه مازالوا لتو بيه. سيف أول تريحة أول تريحة أول أول تريحة نتذكرها بتيتر اي شنو هي. كنت عندنا درجيحة في الدار البرة في الفيراندا درجيحة حديد مركبها بابا نلعبوا فيها وكل شيء الدرجح في الدرجيحة معناتها بسقية في الدرجيحة ندرجح مش فهمني ندرجح كل شيء نقز درجت عليه الدرجيحة ضربتني في راسي جاء بابا شاف الدم في راسي اعطاني تريحة لتو مانيش فاهم زيد ضرك أول تريحة مين صدقني صدقني لا بابا توا مازال حي لأمي يرحمها العمر ما حطوا يديهم علي انا خويا الكبير قتلوه بالضرب تسمع في الابوين بابا ما شنو ما شنو كي ضرب مروان خويا انا نضرب بيان سور لازم تتعلم صحيح تتعلم من غلط خويا ولا باهي. اخر سؤال اول شهريه قداش سيف خذيتها في حياتك كل ليه الفلوس ها باهي شو عملت به شين تخدم كيكة ما ليه ما نحبش فلو قديم به أول شهر إيش عملت به صرفتها ريس كوب ذي والله ينسخلك أول شهر صدقت صرف بالنورمال كيما قبل معنى قبل ما شهرية تبدأ عندي فلوس نصرفها كي جيتني شهرية زدت صرفتها مالك كيف كيف أنت أول شهرية مليون ومئتين لا ما في فيش صرفت تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف منين بدا من الغد جينيراسيون حسين الجيب بدا في ترقيت مليون و200 انجينيور بدا في ترقيتك الثالثه سيد حبيت نحطها في كواتر وعلقها بمليون و200 برشا ما تعرفش باش عملت بها فما حاجه سبيسيال في الوسط لا لا تيش نتاع صغرك تيش نتاع صغرك تيش ما يتقالش في اللونتير بالله عنده طقوس ودنيته كان هذا انترفيو اول احنا مازلنا معاكم مازلنا في اللي يزينا من الاسئله وجو هذاك شنو حوالكم على المزيكا شباب نسمع موسيقى الروق وي الروق 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 بهذا الموسيقى دونك تو تسويت باش يكون موعدنا مع تيست موسيقى. باهي باش نعطيكم غنيه باش نسمعوا الساوند تراك نتاعها من غير ما